السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، تقبل الله أعمالكم وطاعتكم. لا نزال في ذكر أعمال العمرة المفردة، وقلنا أنها 7 أعمال: العمل الأول عقد الإحرام، وقد تكلمنا عن عقد الإحرام وكيفية عقد الإحرام. العمل الثاني هو الطواف بعد أن يتم الإحرام. طبعا تحرم على المحرم عدة أشياء محرمة تسمى بمحظورات الإحرام أو محرمات الإحرام، والتي يجب على المحرم أن يتجنبها ما دام هو لم يفرغ من أداء الأعمال. فحتى يتحلل من هذه المحرمات عليه أن يأتي بالأعمال المتبقية من أعمال العمرة المفردة. إذن العمل الثاني هو الطواف. الطواف عبارة عن الدوران حول الكعبة المشرفة، الدوران حول الكعبة المشرفة هو الذي يسمى بالطواف. لكن هذا الدوران له كيفية مخصوصة، له كيفية محددة من قبل الشرع، مو أي دوران يعتبر طواف شرعي. لابد أن يكون هذا الدوران تتوفر فيه الشروط والقيود الشرعية. فأولا قبل أن تطوف يجب أن تكون طاهرا من الخبث والحدث، مثل الصلاة، قبل أن تصلي لابد أن تكون ملابسك طاهرة، بدنك طاهر. أيضا كذلك قبل أن تطوف لابد أن تكون ملابسك طاهرة، بدنك طاهر. قبل أن تطوف لابد أن تكون على وضوء إذا كنت محدثا بالأصغر، أو على غسل إذا كنت محدث بالأكبر. فأيضا هنا كذلك في الطواف ما ممكن تطوف وأنت من دون طهارة حدثية من الأصغر، لازم تتوضأ. وأيضا إذا كنت محدث كبير جنابة أو حيض لابد قبل الطواف أن يكون قد اغتسل من الحدث، فالمجرم يغتسل من الجنابة، المرأة الحائض تكون قد اغتسلت من الحيض. وعلى هذا الأساس نؤكد أنه لا بد من الضبط طريقة الوضوء وأداء الغسل. وكما كررت سابقا أن عدم أداء طريقة الوضوء أو الغسل بالطريقة الصحيحة قد يخل بالأعمال، يخل بالطواف. والإخلال بأعمال الغسل والوضوء ترى لا يعذر في حتى الجاهل القاصر فضلا عن المقصر، لا يعفى عن ذلك. فلهذا قبل واحد ما يروح يؤدي العمرة علينا أن يتأكد، ولهذا نؤكد على رب الأسرة، الأب إذا يريد يأخذ أبناء بناته قبل ما يدخلهم ويعقد عليهم الإحرام لا بد يتأكد أن وضوهم صحيح لو مو صحيح، غسلهم صحيح مو غسل مو صحيح، يمتحنهم، مو عيب هذا الشيء. أنا سابقا قبل سنوات قبل أن أخذ أبنائي قعدت أتأكد، مع أني معلمهم بس مع ذلك قلت احتياطا خلني أتأكد، يا ربما واحد مشتبه، يا ربما واحد نسيان، ها، فخلني أتأكد فعلا. خليتهم واحد واحد يتوضى، واحد واحد يغتسل حتى أطمئن بهذا العمل. فهذا واجب، لأنه التساهل في هذه الأمور كما قلت سابقا تترتب عليه آثار محرجة جدا. إذن قبل الطواف لابد أن يكون على طهارة من الخبث وطهارة من الحدث. بعد ذلك يبدأ الطواف منين؟ من الحجر الأسود، من الركن الذي فيه الحجر الأسود الذي عادة هو يكون قرب الباب، هذا الباب قرب الباب هذا الحجر، وعادة الناس تقبله، واضح؟ فإذن يبدأ من الركن الذي عند الباب معروف الحجر الأسود، هنا يكون انطلاق الطواف، ويجعل الكعبة على يساره من الجهة اليسرى جهة المنكب، لا يستقبل الكعبة ولا يستدبر الكعبة، ثم يتحرك مخلي الكعبة على يساره ويدور حول إلى أن يوصل إلى الحجر الأسود مرة أخرى فأكمله شوطا واحد، وهكذا يستمر 7 مرات 7 مرات وهو يطوف حول
الكعبة إذا كمل 7 أشواط انتهى الطواف، واضح ولا؟ وطبعا قبل أن يطوف لابد أن يكون قاصد للطواف بحيث عنده نية، وكما أشرت لا يشترط فيها التلفظ، يكفي أن تكون قاصد أنك تطوف طواف العمرة المفردة، ولابد أن تكون على طهارة من أول الشوط إلى آخر الطواف. لو تنتقض الطهارة لابد أن ماذا؟ أن تصحح العمل. فإذن إذا شعرت أنه قد انتقضت الطهارة لابد من قطع الطواف، ثم بعد ذلك إذا كان انتقاض الوضوء قبل إكمال نصف الطواف لابد من إعادة شنو الطواف من جديد بعد أن تتوضأ، وإذا كان بعد الشوط الرابع تروح تتوضأ ثم تكمل الطواف. بس أأكد إذا انتقض الوضوء لابد من قطع الطواف، خصوصا الأخوات النساء، تصلني رسائل كثيرة من بعض الأخوات تقول أنا ينتقض الوضوء ولكن أستحي من أبوي أو أستحي من زوجي أو أخاف وأسكت وأكمل الوضوء. هذا غلط، وعلى الآباء وعلى الأزواج يكونون وسعي الصدر، تأخذها توديها عمرة، خل عندك سعة الصدر، تحمل هذا العمل ماكو مانع، مو تكون شديد عصبي بحيث أنه تؤدي إلى ارتباك في أداء الأعمال. عطها مجال، صارت قالت لك انتقض الوضوء انتقض الوضوء خلاص انتهى الأمر، بعد ما تقدر تعصب بحيث تفسد العمل، فلا حياء في الدين. الأمر الأخير المهم، لا بد من التأكد بأداء 7 أشواط. لهذا إذا يصير عندك شك في عدد الأشواط انتبه، إذا شكيت في عدد الأشواط أول شيء تريث، استذكر، إذا قدرت تستذكر أنت في أي شوط خلاص اعمل على اللي تطمئن فيه. لازلت شاك، إذا وياك أحد يطوف ومتأكد من عدد الأشواط خلاص خذ بقوله، معك زوجتك، معك صديقك، قل له احنا في أي شوط، إذا قال احنا في الشوط مثلا الخامس متأكد خلاص اعمل برأي اللي وياك. أما إذا ماكو أحد وياك أو ما مطمئن ولا زلت متردد خلاص لابد أن تعيد الطواف من جديد. ما يكفي أن تبني على الأكثر أو على الأقل، لا، لابد أن تعيد الطواف من جديد. وهذه النقطة أأكد عليها أو نبه، بعضهم لا يبالي بالشك، يشكك يقول ما يخالف بعدين خلاص أظني بالسابع. لا يكفي الظن، لا يكفي الظن، بل لابد من الإطمئنان. إذا ما عندك إطمئنان لابد أن تعيد الطواف من جديد. إذن هذه كيفية الطواف طبعا بصورة مختصرة أنا جاي أقولها، وأهم الشروط التي عليها. يبقى صلاة الطواف إن شاء الله في الليلة القادمة. صلاة